لو الحكاية فيها إن فيتو طلع بره ويتفسح ويعمل اللي هو عايزه، لأنه مش هيدخل قبل الساعة 5 بدل ما يتنه قاعد موجود. احنا بنبتدي بإذن الله من الساعة 12 وبندخل مثلا كل 20 أو كل 40. طب رقمه الأرقام اللي موجودة بعد الزيت بس نسمع بعض، الأرقام اللي موجودة من 1 ل 600. احنا بنستقبل يوميا 600 مريض وبندخل بالارقام اللي موجوده في ورقه الحج. فبعد اذنكم اللي رقمه متاخر علشان ما ينتهيش، لو وراه مشوار او وراه مصلحه يقدر يعملها، واحنا ما بنمشيش ابدا الا لما نشوف كل المرضى. اللي رقمه قريب يتفضل، واللي رقمه بعيد وعايز ينتظر اهلا وسهلا، مفيش مشكله.